البقالي القاسمي استاذة التعليم العالي مساعدة بكلية بن مسيك سيدي عثمان كلية العلوم. تلقينا بواحد يعني المفاجأة الموقف ديال السيد عميد الكلية اللي بالمناسبة أنا يعني ما شفت منه خلال المرحلة ديال العمل ديالو إلا الأمور الإيجابية، ولكن فاجأني بالموقف ديالو من الطالبة عند توشيحها برفضه أنه يوشحها وهي حامل الكوفية، واعتبرناه في الحقيقة كأساتذة وكمغاربة بصفة عامة واحد إهانة للرمز ديال المقاومة الفلسطينية ورمز الفلسطيني، لأن الكوفية رمز القضية الفلسطينية بكل تلاوينها وما هيش رمز سياسي بالمعنى اللي بغى يقوله السيد العميد، وإنما رمز ديال التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة وضد التقتيل والتهجير وكل مظاهر التقتيل والتجويع وسفك الدماء اللي كتوقع في فلسطين بدون ان بلا رقيب ولا حسيب، وفي خرق سافر لكل المواثيق الدوليه والقانون الدولي الانساني. منتظر من الطلبه اللي هما نبض هذه الامه ان يكونوا متفاعلين، ان يكونوا متضامنين. حمل شعار الكوفيه فخر واعتزاز للامه وليس يعني شيء مهين حتى نتقزز منه ونرفض توشيح طالبه متفوقه من اجل حملها للكوفيه. لم يكن هناك اي منع، لا يوجد منع قانون. الاصل هذا اصل اننا المغرب، الموقف الرسمي للمغرب انه مع القضيه الفلسطينيه، وجلاله الملك مواقفه متعدده وهو رئيس لجنه مال بيت مال القدس، وبالتالي لا يمكن ان نكون في الحرم الجامعي ضد هذا، ولم يكن لدينا اي قرار بمنع الكوفيه في الجامعه، لذلك استغربنا كثيرا من موقف السيد العميد تجاه الطالبه المتوجه، يعني كانت فعلا مفاجاه كبيره جدا ان يقف ذلك الموقف المخزي. فعلا انا قلت لك ان هذا حمل شعار القضيه الفلسطينيه هو رمز فخر لجميع المغاربه، وبالتالي الاصل ان نشجعه ونفتخر به لا ان نذمه ونطالب بازاله الكوفيه. ولذلك رد الفعل الطالبه كان طبيعيا لانها مقتنعه بحمل الكوفيه وبالتضامن مع فلسطين، ورد الجمهور الحاضر كان كذلك طبيعيا لانه متضامن مع القضيه الفلسطينيه، ولكن موقف العميد هو الذي لم يكن طبيعيا ويطرح عدة علامات استفهام على لماذا رفض أن يوشح الطالبة أو يكرمها وهي حامل الكوفية. فعلا أنا قلت هذا أمر طبيعي كونه وقع من عميد الكلية بشكل غير طبيعي هو الذي جعل الحدث يتناقل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح كحدث ككرة الثلج الذي يسمع الخبر يستنكره وينشره، وبالتالي حدث تفاعل منقطع النظير لم تتصوره الطالبة وهي تحمل الكوفية، ولم يتصوره العميد وهو يرفض حمل الكوفية. طبيعي أننا نعرف أن إخواننا في فلسطين شبابا وأطفالا ونساء يتابعون ما يجري في دول العالم من تضامن مع قضيتهم، كونهم يرون هذه الطالبة التي تحمل شعارهم وتدافع عنه بغيره هذا شيء مهم بالنسبة للفلسطينيين، وعبر عنه الأطفال بكل تلقائية وبكل صرحية. يعني الحقيقة لا أدري ما هي الدواعي التي جعلته يقوم بهذا الفعل، كنت أود أن لا يفعل ذلك. كان سينتهي مساره النضالي في الجامعة بشرف أن وشح طالبة مفوقة متفوقة وهي تحمل كوفيتها، لأنه سيغادر الكلية عما قريب لأن عهدته قد انتهت. كنا نتمنى أن يختم الله له بهذا الشرف، ولكن لا ندري ما هي الدواعي. نسأل الله أن يكون المانع خيراً.